السلام عليكم. صنعت فاجعة وفاة مغني الراي محمد بوسماحة وصديقه عازف البيانو أمين لاكولومبا الحدث في الجزائر وبعض الدول، وهذا ما قاله إمام جزائري عن مغني الراي بعد وفاتهم. تابع الفيديو للأخير. أنا ما قلتلكش بحبس الفرح نتاعك، قلتلك ما تديرش الغناء الذي يرضي الشيطان ويسخط الرحمن ويمحق البركة من عرسك. ها مغنيين يا اخي تاع الراي واللي كنت تعرفوهم هذو كيموتوا مالهم، يقول لك جزاكم الله خيرا نحيوا الاغنيات، ما عادش ديروهم الاغنيات تاع الفقيد نتاعنا، ما عادش ديروهم في الفيسبوك. من استمع الى قي. انا ما قلتلكش بحبس الفرح نتاعك، قلت لك ما ديرش الغناء الذي يرضي الشيطان ويسخط الرحمن ويمحق البركه من عرسك. ها مغنيين يا اخي تاع الراي واللي كنت تعرفوهم هذو كيموتوا مالهم، يقول لك جزاكم الله خيرا نحيوا الاغنيات، ما عادش ديروهم الاغنيات تاع الفقيد نتاعنا، ما عادش ديروهم في الفيسبوك. من استمع الى قينا.